العزيزة، يعني الكل يعرف قرار 107 قرار واضح وجلي للجميع ومفهوم ومعروف، والكل يعرف أنه هذا القرار شنة إعادة النسوق عقوبته من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي. نعم. لكن رغم أن أغلبهم هؤلاء أصيبوا أثناء المعارك مع داعش، فلهذا أنه يجب أنه أنصافهم حالهم حال الباطين وعودتهم لسلوح الجهاد والدفاع عن العراق ليتمكنوا أولا من إعانة عوائلهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية اللي يعانون منها. فمن باب الأحقية وإنصافا للحق على الحكومة أن تكون جادة في أولوياتها إعادة المسوق عقودهم فورا، وخاصة الحشد الشعبي، يعني حقيقة ما الفضل الكبير وإلى الأولوية لما لبى نداء الوطن المرجعية حيث استباحت في وقع الدماء والعرض والعروض على يد أعتى تنظيم يعني متوحش عرضه التاريخ في وقت تخاذل كثير عن مواجهتهم، وهذا ما حدث في حزيران عام 2014. نعم. فمن هذا المنبر الشريف يعني حقيقة للأمانة يعني أنا أشد على أياد الطهر والنقاء أعضاء مجلس النواب الموقر اللي لم ننسى مواقفهم الشجاعة ووقفوا معانا وقفة الرجال الحقيقيين، وخاصة يعني النائب عدي عواد، النائب صالح الخزعلي، النائب المجاهد البطل أبو أحمد الأسدي، الشيخ عبد الأمير التعبان، والكثير من لا يحضرني يعني أسماءهم حقيقة. نعم. وكذلك أنا أقدم شكري وتقديري للمجاهد البطل اللي دعم كل اللي مسوخ عقودهم لوجستيا وماديا ومعنويا، المجاهد البطل ابو تراب التميمي اللي رعانا رعايه وخصانا برعايه حقيقيه ابويه. ولا اعرف ان حقيقه انه لا يسرني انه اقول ان موقف الشيخ المجاهد طالع التراب رئيس الهيئه ايضا وقف وقيل المشهود راعي بوقفته المشهوده باعاده كل من ابطال الحشد الشعبي. نعم. فلهذا احنا موقفنا واضح، يعني احنا ضمننا ضمن فقرة موازنة 2021 لابد ان تكون حقيقة انه هذه تكون معروفة للجميع، يعني هذه لا نقاش ولا جدال، ولا ما ننتظر احنا ما عندنا شيء غير اعادتنا حالنا حال الباقين. نعم. زين سيد جمال، انتم تظاهرتوا قبل؟ نعم تظاهرنا الكثير الكثير من شهور. نعم. يعني كل جماعة في محافظته تظاهرنا أمام البوابة الخضراء ولاقينا ما لاقينا من نتائج حقيقة. نعم. أكو صعوبات يعني واجهتوها خلال التظاهرات؟ إنه الفقرة إعادتكم ضمنت ضمن موازنة 2021. نعم. وحقيقة يعني أقولها بكل صراحة لابد أن تكون وقفة النواب أن يكون وقفتهم وقفة جادة ومخلصة وحديثة على أبنائهم. نعم. لابد أن نكون ونعين كل المجاهدين الأبطال للخدمة. نعم. سيد جمال، نريد نعرف اليوم شو تطالبون الحكومة فيما يخص عودتكم؟ نعم. شو تطالبون اليوم الحكومة فيما يخص عودتكم؟ الحكومة؟ أي نعم. ما أسمع. نعم، شو تطالبون اليوم الحكومة العراقية فيما يخص عودتكم؟ والله احنا موقف الحكومة العراقية الآن الموازنة أمام أنظار مجلس النواب على طاولة مجلس النواب. نعم. هو وقت متى ما يقرر الموازنة، فإذا احنا موجودين يعني حقيقة فعلا هناك وقت في الشارع يقال أنه العجز الشعبي مو موجود في فترة التضمين. حسب ما موجود في اللائحة أنه الحشد الشعبي موجود، وننتظر إحنا إقرار الموازنة ووقفها لنا موقف آخر. نعم، شكرا لك سيد جمال، شكرا لانضمامك اليوم ويانا في برنامج المعتمد، تحياتنا لك.